هناك قوة لا تريد، هناك قوة وإسرائيل بصفة خاصة تريد إعطاء مهلة إلى حين الانتهاء من تدمير لبنان أو انتهاء الحرب مع إزاء اللبنانيين، ودي مسألة خطيرة جدا. ده شيء جديد في الموقف الدولي، شيء جديد في موقف مجلس الأمن، أنه مجلس الأمن لا يتعامل مع وقف إطلاق النار مثل ما كان يتعامل معه مع كل النزاعات العسكرية اللي حصلت في العالم كله خلال الستين عاما السابقة. لأول مرة يتردد بسبب ضغط من بعض القوى الكبرى في داخله. The situation of Hezbollah, the situation of the Palestinian Hamas is different. One, the Palestinians do not have a state. Unfortunately, they don't have a state. I wish that they had a state by now, but they don't. They are territory which is occupied. In Lebanon, the situation is different. Lebanon is a state which is now occupied by anybody. So this is a very fundamental difference.